السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلمة مادة العلوم للصف السابع مصدع أبو عمير. اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ بالوحدة الأخيرة، وحدة علوم الأرض. هاي الوحدة بتتقسم لفصلين، الفصل الأول بيحكي عن تاريخ الأرض والفصل الثاني بيحكي عن الأرصاد الجوية. فخلال شرحنا للفصل الأول اللي بيحكي عن تاريخ الأرض بدنا نبدأ بشرح بأول درس سلم الزمن الجيولوجي. خلال شرحنا لهذا الدرس رح نتعرف إن شاء الله على سلم الزمن الجيولوجي، وأيضا نبين أقسام سلم الزمن الجيولوجي. أوكي تمام؟ إن شاء الله. إذا نبدأ حتى نتعرف على سلم الزمن الجيولوجي، نقسم المفهوم اللي معنا. لما نحكي مع كلمة سلم، أي بنحكي عن إشي منتصاعد فيه إلى الأعلى، إشي منصعد فيه إلى الأعلى. بنبدأ من القاع وكل شوي بنطلع لفوق. اوكي تمام. اذا سلم بحكي عن إشي انه عتبات، كل ما اللي بطلع عتبة الى الاعلى، ببدأ من الاسفل حتى اني اصعد الى الاعلى. لما احكي الزمن، اي هذا السلم متعلق بالزمن، الزمن بالاسفل بيكون عندي الزمن القديم. اذا انا خلال صعودي بهذا السلم بدي ابدأ من الزمن القديم حتى أوصل الزمن الحديث. أوكي تمام. إذا سلم أنا بحكي إني بدي أصعد عتبات الزمن، مراحل الزمن. ليش حكيت الزمن؟ لأنه هو بحكي سلم الزمن من الزمن القديم للزمن الحديث. من كلمة جيولوجي، أي بتعلق بسطح الأرض، بالأحداث اللي مرت على سطح الأرض. إذا خلال دراستي لسلم الزمن الجيولوجي بدي أدرس الأحداث اللي مرت فيها سطح الأرض خلال هذا الزمن من القديم إلى الحديث. فحسب ما بنلاحظ بهاي الصورة إنه عنا من القديم كان عنا كائنات حية دقيقة صغيرة جدا دقيقة، إلى الكائنات الحية اللي ظهرت في الكبيرة واللي إحنا أيضا فيها. مقسم هذا الزمن إلى حقب ودهور، هلأ رح نحكي عنهم. فلما حكينا سلم الزمن الجيولوجي، هو بيرتب لنا الأحداث اللي مرت فيها سطح الأرض. بنلاحظ إنه عندنا أكثر من حدث، الأحداث اللي مرت فيها سطح الأرض خلال الزمن القديم حتى وصلنا للزمن الحديث. إذا لما نحكي سلم الزمن الجيولوجي، إحنا بنحكي عن ترتيب الأحداث، ترتيب الأحداث من القديم إلى الأحدث، من الأقدم إلى الأحدث. هاي الأحداث اللي مرت فيها سطح الأرض والكائنات الحية اللي ظهرت خلال هاي الأحداث. إذا سلم الزمن الجيولوجي هو ترتيب العلماء، أي العلماء اللي عملوا على هذا الترتيب، الأحداث التي مرت بها الأرض والكائنات الحية التي ظهرت فوق سطحها من الأقدم إلى الأحدث على شكل سلم. أوكي تمام. هلأ لما نحكي كائنات حية، إحنا بنسمع كتير إنه في ديناصورات، بس إحنا الديناصورات ما شفناها، ولكن الديناصور هو أوكي تمام انوجد بهذا العالم، ولكن بفترة زمنية إحنا كإنسان ما كنا موجودين فيها. إذا الديناصور إشي موجود ولكن إحنا ما شفناه. لما نحكي أفعى، لما نحكي فار، لما نحكي شجرة، هدلون الكائنات الحية متى ظهرت، متى بلش ظهور هاي الكائنات الحية. اوكي تمام. اوكي تمام. فالعلماء سموا هذا السلم بسلم الزمن الجيولوجي. ليش؟ لانه بتدرج. قبل شوي شو حكيت انه لما نحكي كلمة سلم، اي انا بحكي من القديم وكل ما لي بصعد عتبات الزمن الى الاحدث، يعني بتدرج بالاحداث. فسمي سلم الزمن الجيولوجي بهذا الاسم لانه بدل على تدرج ظهور الكائنات الحية، تدرج هاي الأحداث اللي مر بها سطح الأرض. إذا لأنه بيدل على تدرج ظهور الكائنات الحية، من الكائنات الحية بسيطة التركيب زي بالرسمة قبل شوي. إيش كان عنا؟ كان عنا بالأسفل كائنات حية دقيقة بسيطة مثل البكتيريا. بعدين لمين وصلنا؟ للكائنات الحية الإنسان، إنسان معقد التركيب زي ما أخذنا بالخلايا الفصل الماضي. أوكي تمام. إلى الكائنات الحية الأكثر تعقيدا بتركيب أجسام. أوكي تمام. إذا ليه سمينا سلم الزمن الجيولوجي بهذا الاسم؟ أنه بيدل على التدرج. بدنا الله نركز على كلمة تدرج.
ظهور الكائنات الحية البسيطة التركيب إلى الكائنات الحية الأكثر تعقيدا. فهذا سلم الزمن الجيولوجي، لأنه بيحكي عن الزمن، إحنا بنعرف الزمن له أقسام. قسمنا سلم الزمن الجيولوجي إلى فترتين زمنيات، أول فترة اللي هي الدهور، وثاني فترة اللي هي الحقب. هلا إيش يعني دهور؟ الدهر بالفترات الزمنية أي مليار سنة، نحكي بمليار سنة، تمام؟ أما لما نحكي عن حقب، بحكي عن ملايين السنين، إذا الدهر هو أكبر من الحقب. الدهر بحكي أنا عن مليار سنة، بينما الحقب بحكي أنا عن ملايين السنين. أوكي تمام؟ إذا قسم العلماء الزمن الجيولوجي إلى فترتين زمنيات، هم الدهر والحقب. نحكي عن الدهر. أول قسم عندنا دهر الحياة المستتره غير الظاهر، يعني معالمه مش كلها موجودة هلا. دهر الحياة المستتره غير الظاهر، هذا الدهر متى بدأ؟ بدأ عند نشأة الأرض. متى بدأت نشأة الأرض؟ قبل 4600 مليون سنة. إذا هذا الدهر متى كانت بدايته؟ عند بداية نشأة الحياة على سطح الأرض، أي قبل 4600 مليون سنة. نشأة مين؟ الحياة على سطح الأرض، يعني كوكب الأرض بس نشأ وتجهز كوكب، بس نشأ كوكب الأرض. هذا متى بتاخدوا عن نشأة كوكب الأرض؟ بصف أعمال. فدهر الحياة المستتيرة متى بيبدأ؟ بيبدأ ببداية نشأة الحياة على سطح الأرض، أي قبل 4600 مليون سنة. طب إيش هم الكائنات الحية بسيطة التركيب اللي كانت موجودة؟ مثل البكتيريا. الكائنات الحية اللي كانت موجودة بهذا الدهر تتميز بأنها بسيطة التركيب، هي نحكي حكينا عن البكتيريا، الكائنات حية بسيطة التركيب قليلة التنوع، وأيضا في عنا الطحالب الخضراء. إذا كائنات حية بسيطة التركيب قليلة التنوع وأيضا ذاتية التغذية. معنى إنه ذاتية التغذية إنه بتصنع غذائها بنفسها. لما نحكي بكتيريا نحكي طحالب، إنه ما في بدهر الحياة المستتيرة كان التنوع قليل من الكائنات الحية، تمام؟ فما في كائن حي تتغذى عليه، فكان أو الكائنات الحية اللي كانت موجودة هي ذاتية التغذية، إنها بتعتمد على نفسها في صنع غذائها، ما بتعتمد على كائن حي آخر. مع تطور فترات الزمنية صار في عنا كائنات حية غير ذاتية التغذية. فالكائنات الحية اللي بتتميز بهاي الفترة الزمنية إنها بسيطة التركيب قليلة التنوع ذاتية التغذية، مثل مين حكينا؟ مثل البكتيريا والطحالب الخضراء. طبعا بعض أنواع البكتيريا، لأنه في بكتيريا ذاتية التغذية وبكتيريا غير ذاتية التغذية. إذا أول قسم عندنا هو دهر الحياة المستتيرة غير الظاهر. متى بدأ؟ بدأ عند نشأة الحياة، نركز على نشأة الحياة على سطح الأرض، أي قبل 4600 مليون سنة. أوكي تمام؟ ننتقل هلأ لدهر الحياة الظاهر اللي معالمه موجودة في واقعنا وفي حياتنا هلأ. دهر الحياة الظاهر بضم عدد من الحقب، هم ثلاث حقب. أول حقبة معانا حقبة الحياة القديمة. حقبة الحياة القديمة اسمها الآخر حقبة اللافقاريات. ليه؟ لأنه بتتميز بظهور اللافقاريات. حقبة، أول حقبة من حقب دهر الحياة الظاهرة حقبة الحياة القديمة. حقبة الحياة القديمة بنسميها أيضا حقبة اللافقاريات، ليه؟ لأنها بتتميز بظهور اللافقاريات. فتميزت هاي الحقبة بظهور كل من هاي الصورة اللي عنا بتوضح لنا حفورة كائن حي يسمى الترايلوبيت، أحفورة لكائن حي صلب يعد من المفصليات يسمى الترايلوبيت. إذا هاي الحقبة تميزت القديمة بظهور كائن حي يدعى الترايلوبيت. أيضا تميزت بظهور النباتات اللابذرية مثل السرخسيات. إذا تميزت أيضا بظهور النباتات اللابذرية مثل السرخسيات وعدد من الفقاريات مثل الأسماك. إذا الكائنات الحية اللي ظهرت عنا بهاي الفترة الزمنية هم الترايلوبيت والسرخسيات والأسماك. طبعا هلأ إحنا الأسماك لهلأ موجودة،
ليش نحكي عن الظاهرة؟ لأنه بعض الكائنات الحية اللي ظهرت بهاللون الحقب لهلأ موجودة، يعني أثرها لهاي الحقبة لهلأ موجود عنا في حياتنا. فلما نحكي أسماء وسرخسيات إنه لهلأ موجودة في حياتنا. لما نحكي مفصليات في مفصليات، أوكي تمام؟ إذا حقبة الحياة القديمة سميت أيضا حقبة اللافقاريات، إنها تميزت بظهور الكائنات الحية مثل الترايلوبيت، نباتات اللابذرية مثل السرخسيات، وعدد من الفقاريات، مش الفقاريات كلها، مثل الأسماك. هاي أول حقبة زمنية. ننتقل للحقبة الثانية، حقبة الحياة المتوسطة. تميزت هاي الحقبة بظهور الديناصورات. إذا الديناصورات متى ظهرت؟ ظهرت في حقبة الحياة المتوسطة. فهاي الحقبة أكثر تنوع من الحقبة القديمة. القديمة حكينا سرخسيات، عدد من الأسماك، عدد من الفقاريات، وأيضا الترايلوبيت. هاي الحقبة أكثر تنوع، أوكي تمام؟ هاي الحقبة تميزت بأنها أكثر تنوع من حقبة الحياة القديمة. فتميزت هاي الحقبة بظهور كل الماء. الصورة اللي عنا هون بتميز لنا كائن حي يدعى الأمونايت. هذا الشكل عبارة عن أصداف ملتفة لكائن حي يدعى الأمونايت، أوكي تمام؟ وأيضا تميزت بظهور نباتات معرات البذور مثل السنوبر. نباتات معرات البذور، إذا النباتات اللابذرية في حقبة الحياة القديمة، نباتات معرات البذور في حقبة الحياة المتوسطة، وتميزت أيضا بظهور الطيور والزواحف مثل الديناصورات. الطيور والزواحف مثل الديناصورات، مثل التمساح، نحكي عن زواحف وطيور بأنواعها. إذا هاي الحقبة تميزت به أنها أكثر تنوع، فظهر فيها الأمونايت. إيش هم الأمونايت؟ الأصداف الملتفة، النباتات معرات البذور مثل الصنوبر، والطيور والزواحف مثل الديناصورات مثل التمساح وغيره. هلأ إحنا منلاحظ إنه الديناصور مش موجود بحقبتنا، فنهاية هاي الحقبة، نهاية حقبة الحياة المتوسطة، انقرضت الديناصورات. انقرضت الديناصورات في نهاية حقبة الحياة المتوسطة، يعني كانت فترة حياة الديناصورات فقط بهاي الحقبة، حقبة الحياة المتوسطة، وفي نهايتها انقرضت الديناصورات. بعد حقبة الحياة المتوسطة ننتقل لحقبة الحياة الحديثة. حقبة الحياة الحديثة هي حقبة الثدييات، هي الحقبة اللي بتمتد من نهاية حقبة الحياة المتوسطة لعصرنا الحالي. بتمتد من نهاية حقبة الحياة المتوسطة إلى عصرنا الحالي، يعني إحنا لهلأ عايشين في حقبة الحياة الحديثة. تميزت حقبة الحياة الحديثة بظهور الثدييات، الثدييات مثل الدب القطبي. تميزت حقبة الحياة الحديثة بظهور الثدييات مثل الدب القطبي، ومثل الثدييات اللي أخذناهم بالوحدة الأولى. وتميزت أيضا حقبة الحياة الحديثة بانتشار النباتات الزهرية. النباتات الزهرية مثل اللوز، الكرز، الليمون، التفاح وغيره. وأيضا تميزت بظهور الإنسان. إذا حقبة الحياة الحديثة اسمها الآخر حقبة الثدييات. بتمتد هاي الحقبة من نهاية حقبة الحياة المتوسطة إلى عصرنا الحالي. إذا إحنا لازلنا مستمرين في حقبة الحياة الحديثة. تميزت بظهور الثدييات مثل الدب القطبي، النباتات الزهرية مثل الكرز، اللوز، أهم نباتات مغطاة البذور، وبظهور الإنسان. أوكي تمام؟ أوكي تمام. هيك منكون شرحنا درس سلم الزمن الجيولوجي. نفتح مع بعض على تطوير المعرفة صفحة 113. تطوير المعرفة صفحة 113 بيحكي لنا: هل من الممكن أن نجد أحفورة أمونايت وترايلوبيت بنفس نوع الصخور؟ فسر إجابتك. هلا إن شاء الله بس ناخذ الدرس الجاي رح نفهم هذا السؤال أكثر. بس ايش المقصود بهذا السؤال؟ هلا احنا احفورة الامونايت وين اوجدناها؟ بحقبة الحياة المتوسطة، تمام؟ اوكي تمام. واحفورة الترايلوبيت اي حقبة؟ بحقبة الحياة القديمة. يعني الترايلوبيت عاش بحقبة الحياة القديمة، والامونايت حقبة الحياة المتوسطة. يعني الترايلوبيت لما يموت رح يندفن، الترايلوبيت لما يموت راح يندفن ويتكون له أحفورة في طبقة صخرية. الأمونايت أيضا لما يموت الأمونايت ويندفن
راح يتكون له أحفورة بطبقة صخرية. هل من الممكن نلاقي اتنين هاد لون بنفس الطبقة الصخرية؟ ممكن نلاقي اتنين بنفس الطبقة الصخرية؟ لا. ليش؟ لأن الأمونايت عاش بحقبة زمنية غير عن الحقبة الزمنية اللي عاش فيها الترايلوبي. لأن الأمونايت عاش بحقبة زمنية غير الحقبة الزمنية اللي عاش فيها الترايلوبي. يعني أنا لما أشوف الأمونايت بهذه الطبقة الصخرية، يعني بعرف هاي الطبقة الصخرية اترسبت في حقبة الحياة المتوسطة. كيف عرفت أنا؟ لأني شفت فيها الأمونايت، وأنا بعرف الأمونايت بلش ظهوره بهاي الحقبة. لما أشوف أحفورة الترايلوبيت في هاي الطبقة، بعرف إنه هاي الطبقة اترسبت متى؟ في حقبة الحياة القديمة. طب أنا كيف عرفت؟ عرفت من الترايلوبيت. فهل من الممكن إنه نلاقي أحفورة لهدول الكائنين مع بعض؟ لا، لأنه كل من الأمونايت والترايلوبيت ظهروا في حقب زمنية مختلفة. فالأمونايت ظهر في حقبة الحياة المتوسطة، والترايلوبيت ظهر في حقبة الحياة القديمة. فما مو ممكن نلاقي التنين بنفس الطبقة الزمنية، بنفس نوع الصخور. أوكي تمام. تقويم والتأمل صفحة 113. رتب الكائنات الحية الآتية من الأقدم إلى الأحدث. عنا الإنسان، الترايلوبيت، الأمونات، الديناصور، البكتيريا. أول إشي البكتيريا، بعدها الترايلوبيت، بعد الترايلوبيت حسب سلسلة ظهورها مين ظهر بالأول، الأمونايت ولا الديناصور؟ الأمونايت ظهر قبل الديناصور، بعدها الديناصور، وآخر شيء الإنسان. إذا البكتيريا أول إشي، بعدها الترايلوبيت، بعدها الأمونايت، بعدها الديناصور، وآخر شيء الإنسان. هيك منكون شرحنا درس سلم الزمن الجيولوجي، تعرفنا على المقصود بسلم الزمن الجيولوجي والحقب الزمنية والدهور والكائنات الحية اللي تميزت في كل حقبة. نتمنى تنزيل تلخيص ما تم شرحه في هذا الفيديو ودراسة الدرس، حتى انه نقدر نكمل الدرس القادم، انه هذا الدرس بيفيدنا بالدرس القادم. يعطيكم ألف عافية.